السلام عليكم سيداتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، في صحه جيده. اليوم جبت لكم وصفه رائعه جدا من يد الاخت ديالي، كتجي اقتصاديه ورائعه جدا. الا كنتم مهتمين سيداتي بهذه الوصفه خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. السلام عليكم، نتمنى تكونوا مزيانين. الوصفه نتاع اليوم اللي هي وصفه نتاع القريشلات، اللي يمكن لكم تقدموها في الكوتي او لا فطور الصباح علاش لا، واللي كنحتاجو فيها واحد 500 غرام تاع الدقيق، اي نص كيلو اللي مغربل، وكنحتاجو نصف كاس سنيده بيان سور العبار بكاس العنبه، نص كاس ديال الزيت، واحد بياض بيضه والصفر اللي غنحتفظو به باش ندهنو فيه القريشلات، واحد القبيصه تاع الملح، عندنا هنا واحد المعلقه نتاع النافع محمره ومطحونه، عندنا واحد القشور ديال حامضه، وعندنا هنا معلقه كبيره ديال الخمارة. وبيان سور غادي نحتاجو الماء باش نجمعو العجينه ديالنا. ودابا غادي نبداو على بركه الله. غادي نبداو بالسكر سنيده كما قلت، نص كاس، ما يعادل 60 غرام بالنسبه اللي ما عندهاش كاس العنبه، 60 غرام تاع سكر سنيده. عندنا نص كاس ديال الزيت، بياض بيضاء، وغادي نديرو ديك قبصة ديال الملح، قشور ديال الحامضة، دابا غادي نحركو. كنضيفو هذيك المعلقه نتاع النافع، ويمكن لا نعوضوها بجنجلان الا ما كانش متوفر، كنديرو الزنجلان. وكنخلطو مزيان حتى كيندمج لينا الخليط ديالنا. انا غادي نحيد هادي، نفضل نخدم بيدي. ودابا كما كتشوفون بعد ما جمعت العجين ديالي، حصلت على واحد العجينه اللي كتلصق شويه في اليدين، ما خصهاش تكون قاصحه بزاف. وبالنسبه للكميه ديال الماء كتبقى على حسب نوعيه الدقيق، كل واحد الدقيق ديالو. دابا كندهنوا شويه يدينا بالزيت باش ما تلصقش لينا العجينه، كنشكل الكويرات ديالنا، كنحطوهم في البلا، وكنخليو بيناتهم واحد ليسباس كما كتعرفوا بان غادي يتفخو لينا. وكما كتشوفوا دابا شكلت الكويرات ديالي، غادي نخليهم يخمروا ونتلاقاهم بعد باش نكملوا القريشلات ديالنا. ومن بعد ما خليناهم ارتاحوا كما كتشوفوا ضعف الحجم ديالهم، دابا غادي ندهنوهم بالصفار نتاع ديك البيضه، وغادي نرشوهم بشويه نتاع الزنجلان وندخلوهم الفران. وكيف ما كتشوفوا كانت هذه هي النتيجه النهائيه نتاع القريشلات ديالنا. نتمنى انكم تجربوهم وانهم يكونوا عجبوكم، وبصحه وراحه. ولا سيداتي، هذه هي وصفه اليوم، نتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا كيجيو رائعين في المنظر، وحتى من الداخل كيجيو مقطنين وهشاش. وغادي تفتح الاخت ديالي معكم وحده باش تشوفوا كيفاش كيجيو من الداخل.
فوالا نتمنى انكم تجربوها سيداتي لانها وصفه ناجحه 100%. الى عجبتكم وصفه اليوم ما تنساوش تخليو لي دي كومونتير لان الراي ديالكم كيهمني ودي لايك بطبيعه الحال باش تشجعوني اكثر. اللي مازال ما شاركات في القناه ديالي تشارك باش يوصلوها وصفاتي الجديده. وكنقول لكم مع السلامه حتى المره الجايه ان شاء الله مع وصفات جديده. مع السلامه.